هي كلمات اختارها هؤلاء التلاميذ الذين لا تتعدى أعمارهم 10 سنوات، أطفال قرروا الاحتجاج بعد أن تم استبدال أستاذتهم بأخرى في ابتدائية سنتوحي رابح برويبة، وهو ما رفضه التلاميذ. لا نحو هنا، ما تهمنيش أنا إذا كانت ماتمودي ولا ماتمفتش ولا عساس، لسونسير يادو هنا دي حقا حقونا. أنا حابة تقعد الأستاذة خاطش لابست سنة رابعة هي وتقرا هي مليح صح تانيت وولفناها. من جهتهم أولياء التلاميذ عبروا عن سخطهم جراء القرار الذي اتخذته إدارة المؤسسة، ما سيتسبب وبحسبهم في ضياع أبنائهم بعد أن رفضوا الالتحاق بالمؤسسة ومقاطعة الدروس. هم يقراوا لهنا عندهم أستاذ معلمة ما شاء الله، يجي في وسط نص العام يكسروا لهم البرنامج تاعهم ويبدلوا لهم معلمة واحدة أخرى. صافي هكذا هم يضيعوا في التلاميذ. أنا يهمنا أولادنا، أنا بنتي قالتلي ماما ما نروحش نقرا. تكمل معاهم، تكملوا معاهم، ديروا الاختبارات، تكمل سنة خامسة، حتى سنة خامسة احنا نطلبوا، إن شاء الله لا طوالة العمر تكمل. الأولياء قرروا نقل انشغالهم لمديرية التربية لمقاطعة الجزائر الشرق، وفي حال عدم استجابتها ستكون وجهتهم وزارة التربية الوطنية، لعل وعسى تجدوا حلا للقضية.